بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الفيديوهات السابقة كيفية تمثيل الأعداد الثنائية إلى أعداد عشرية. الآن في هذا الفيديو سوف نقوم بتمثيل أو تحويل رقم عشري إلى رقم ثنائي من الـ decimal number إلى الـ binary number. عندنا مجموعة خطوات نقوم بها حتى يكون عندنا الناتج صحيح. عندنا أولا القسمة على القاعدة وأخذ باقي القسمة والتي تمثل البت الأول، تكرار العملية على الناتج المتبقي ومقارنة باقي القسمة والتي تمثل البت الثاني، الاستمرار في تكرار العملية لحين وصول ناتج القسمة إلى الصفر. أولا نأخذ الرقم اللي عندنا على شكل عشري ونقسمه على اثنين، راح يطلع عندنا ناتج ويطلع عندنا باقي القسمة، يعني هنا 25 على اثنين قد يطلع عندنا بالحقيقة يطلع عندنا 12.5. احنا الكسر ما ناخذه، احنا ناخذ العدد الصحيح فقط ونشوف ايش قد متبقي من باقي القسمة، يعني من ناخذ 25 على 2 عندنا ايش قد يطلع المفروض بدون كسر يطلع عندنا 12، بس من يطلع عندنا 12 اكو متبقي، ايش قد المتبقي اللي هو اذا رجعنا ضربنا 12 في 2 راح يطلع عندنا 24، ال 24 عن ال 25 معناها متبقي واحد، وهو بالنظام الثنائي من نقسم على 2 الناتج يطلع عندنا لو 0 لو 1. فإذا كان متبقي للقسمة فمعناها المتبقي واحد، وإذا كان ماكو متبقي معناها المتبقي هو صفر. فإحنا أول شيء نقسم الرقم على اثنين ونشوف وش قد باقي عندنا من القسمة، فهسه 25 على اثنين يساوي 12 والمتبقي ايش قد؟ متبقي واحد. هذا هو اللي راح يمثل عندنا البت الأول. هنا قلنا القسمة على القاعدة 25 على اثنين، وهذا القانون على كل الأنظمة يستخدم. يستخدم على الأوكتال، يستخدم على الهكسا أيضا، نفس الطريقة ونفس المضمون. القسمة على القاعدة، احنا عندنا القاعدة اللي نريدها شنو؟ نريدها ثنائي، يعني هنا التحويل من عشري إلى شنو؟ إلى ثنائي. فالقاعدة مالتنا شنو اللي نريدها؟ نريدها ثنائي. قسم على اثنين ويطلع عندنا ناتج ويطلع عندنا متبقي، هنا 12 طلع عندنا والمتبقي واحد والتي تمثل البت الأول. تكرار العملية على الناتج المتبقي، هذا الناتج المتبقي اللي عندنا نكرر عليه نفس العملية ومقارنة باقي القسمة، نجي لل 12 نقول 12 على 2 قد تساوي؟ تساوي 6. شد المتبقي؟ متبقي صفر، وهذا اللي يمثل البت الثاني. نجي النوبة الاستمرار في تكرار العملية لحين وصول ناتج القسمة إلى الصفر، نجي نستمر نقول 6 على 2 تساوي 3 متبقي صفر، وبنقول 3 على 2 يساوي 1 المتبقي 1. نجي الأخير شيء 1 على 2، من يكون الرقم أقل من القاعدة راح يكون عندنا الناتج يساوي 0 والمتبقي 1. بس ايش راح يمثل عندنا؟ راح يمثل عندنا هذا البت الأول وهذا البت الثاني وهذا البت الثالث وهذا البت الرابع وهذا البت الخامس. فال 25 بالنظام الباينري نقول إذن 25 النظام العشري يساوي إنه نبدأ من اليمين، هذا البت الأول معناه هذا البت، أو تبدأ من الأخير وتعتبر هذا البت الأخير، يعني من اليسار. إذا بديت من آخر رقم تبدأ من اليسار، وإذا بديت من أول رقم تبدأ من اليمين. بس عندنا هذا البت الأول، يعني أول ناتج يطلع لنا، أول باقي للقسمة هو البت الأول، الثاني هو البت الثاني، وهكذا. صفر صفر واحد واحد للنظام الثنائي. وإذا أردنا نتأكد نجيب الميزان اللي هو 1 2 3 4 8 16، راح يمثل عندنا هذا قيمة البت الأول وهذا قيمة البت الثاني وهذا قيمة البت الثالث وهذا قيمة البت الرابع وهذا قيمة البت الخامس. باعتبار عندنا هذا إلى قيمة وهذا إلى قيمة، هذا ما إلى قيمة وهذا ما إلى قيمة وهذا إلى قيمة. فهسه إذا جمعنا 8 ويا 16 24 وزائد 1 يساوي 25، هذا للتأكد من أن الناتج يكون صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.